الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المحاضرة السابقة شواهد وشروحات عن البيج الريزلتس اللي بتطلع معانا لما نفتح صفحة الجوجل سكولار، ولما بنحط جزء من العنوان او بنحط كي ووردز وايش بيطلع معانا، وشفنا ايش الاشياء المهمة اللي بتلاقينا في صفحة الريزلتس. الآن إحنا بدنا نتطرق لآلية البحث عن الـ scientific documents أو articles على جوجل سكولار، ونشوف إيش الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها بخصوص البحث عن الـ articles بطريقة سهلة وبطريقة يعني موضوعية. طيب هنا بقول لي جوجل سكولار user guide، في هناك بعض التعليمات وبعض الإرشادات اللي بتخص استخدام الجوجل سكولار خلال عملية البحث عن الـ scientific articles اللي أنا بدي إياها. نمرة واحد بيقول لي use keywords instead of full sentences، يفضل إنك أنت تستخدم في البحث keywords كلمات مفتاحية أفضل من إنك أنت تستخدم sentence كاملة. ليش؟ لانه الجوجل سكولار لما بيبحث بيتعامل مع كل كلمه لوحدها، ما بيتعاملش مع الجمله على اساس ان هو فاهم الجمله زي ما انت فاهمها. هو بياخد الجمله وبيجزئها الى كلمات، وبالتالي لما هو بيروح على قواعد البيانات اللي موجوده في الانترنت وموجوده في الجامعات ومراكز البحث العلمي، بياخد كل بحث علمي له علاقه باي كلمه موجوده في الجمله اللي انت كتبتها، وبالتالي بيصير في هناك بعض الـ scientific articles بيحط لك اياها جوجل سكولار ممكن ما تكونش لها علاقه بالبحث تبعك او اللي بدك اياه. ليش؟ لانه الجمله اللي انت حطيتها هو تعامل معها ككلمه كلمه، وبالتالي هو بحث على هذا البحث من خلال هذا المدخل على الابحاث اللي انت بدك اياها. فبدلا من انك تتوه جوجل سكولار وتعطي له كلمات، هو ممكن يتوفر عليه انه يكركب الابحاث العلميه امامك وتخش انت في اشكاليه، حط له كي ووردز كلمات مفتاحيه معينه، هو بيتعامل مع هذه الكلمات على اساس انه كل كلمه بحد ذاتها، وبالتالي هذه الكلمات انت مفتاحيه، هذه كلمات مفتاحيه بالنسبه لك، يعني هي الكلمات اللي انت محتاجها فعلا ومحتاج الابحاث العلميه اللي انت بدك تشوف الساينتفك ارتكلز لها علاقه بالكلمات المفتاحيه. فهو حيجيب لك الساينتفك ارتكلز فعلا اللي لها علاقه بالكلمات المفتاحيه. فاستخدامك للكي ووردز افضل من استخدام الفول سنتنسز. طيب هذا نمره واحد. اثنين بيقول لك يوز جوتس تو سيرش فور ان اكزاكت ماتش. الان لما انت بتستخدم الكلمات المفتاحيه، طبعا هو حيجيب لك الـ scientific articles اللي إلها علاقة بهذه الكلمات المفتاحية. لكن السؤال أي علاقة؟ يعني هو أي بحث بيتطرق للكلمات المفتاحية من أي جانب هو بيجيب لك إياها، هو مش حيميز، التمييز عليك أنت. فبالتالي لما أنت بتقول مثلا diarrheal disease، هو بيجيب أي document، اي دوكيمنت موجود في البحث علمي موجود في الداتابيز تبعت الجوجل سكولار وبيجيب لك اياها طالما انه مذكوره فيها diarrheal disease. لكن لما او اي شيء له علاقه بالdiarrheal disease، وبالتالي انت هنا برضو الامور قد تكون واسعه كثير. في بعض الناس بيرضي هذه النتائج وبيحط مثلا diarrheal disease او بحط diabetic ديزيز تايب 2 مثلا، وبيطلع وبيبدا هو يفتش وبكون الامور ماشيه معاه. لكن اذا انت مستعجل واذا انت في بدك شيء محدد، فبتحط بين هلالين صغار الجمله او الكلمه تبعتك. الجوجل لما انت بتحط له الكلمات المفتاحيه من خلال جوتس اللي هم الهلالين الصغار المزدوجين فوق الكلمه، بيدور على الأبحاث العلمية اللي ذكرت هذه الكلمة بالذات، يعني ذكرتها بالتحديد. فكأنك أنت بتقول له دور لي على الأبحاث العلمية اللي ذكر هذا الكلمة بالضبط،
اما مش انه اي كلمه ريليتد الها او هاو معناها، وبالتالي هنا بيكون التحديد البحث محدد بشكل ادق. فاستخدامك للجودز، استخدامك للجودز تو سيرش فور ان اكزاكت ماتش، هذا معناته بدي يدي لك الابحاث، بتلاقي لك ابحاث تم ذكر الكلمات المفتاحيه بالضبط اللي هي اللي انت حطيتها بين هلالين صغار. طيب بقول لي هنا if you put your search phrase into goats you can search for exact matches of that phrase. بالضبط هو حيجيب لك اي بحث تم ذكر هذا الاكزاكت الفريز اللي انت حطيته in the title and the body text of the documents. الان هو الميزه انه بيبحث عن الكلمات المفتاحيه اللي انت حطيتها بين هلالين صغار اما في التايتل او في البادي للتكست، وهذا طبعا انت بتتحكم فيه. الان احنا هنيجي له، وبالتالي انت بتلاحظ انه لو بتحط الكلمات المفتاحيه في بين هلالين صغار هتلاقي انه الكلمات هتتكرر كثير في التايتل وتتكرر في البادي تكست، وهذا طبعا مريح لك في البحث. وانت ممكن تقول له انا بديها بس في التايتل او بديها في البادي تكست، بتشيها في التايتل، وهذا الكلام يعني انت بتتحكم فيه. طيب من غير جوتس، قال لي without جوتس جوجل سكولار will treat each word separately. بدون جوتس هيستخدم جوجل سكولار كل كلمة بشكل منفصل، كل كلمة بشكل منفصل. يعني لو أنا بدي أقول diarrheal disease، كلمة diarrheal disease لما أنا بحطها في جوجل سكولار هيدور على diarrhea لحال وهيدور على disease لحال ويجيب الابحاث العلميه اللي هي ذكرت فيها الديزيز وفيها الدياريه ويحط لك اياها. لكن لما انا بقول دياريه الديزيز واحطها بين قوسين صغار هو هيجيب الكلمه هذه دياريه الديزيز، كلمتين هيتعامل معها ككلمه واحده، هيتعامل معها ككلمه واحده، فبالتالي هتفرق في البحث بالنسبه لجوجل سكولار، هتفرق في البحث. فلما انا بقول مثلا دياريه الديزيز ان مثلا ان بالستاين، إذا كان أنا ما حطيتهاش جوا أقواس صغيرة، جوجل سكولار حيتعامل معها كدايرية لحال، ديزيز لحال، إن بالستاين لحال، وبالتالي حيجيب لك الأرتيكلز أو ساينتفك أرتيكلز اللي هي مذكورة فيها إن بالستاين أو بالستاين والديزيز والدايرية، على أساس إن هذه كل كلمة منفصلة لحالها. أما إذا حطيت دايرية ديزيز إن بالستاين بين قوسين صغار على رأس فوق الكلمة، هيتعامل مع مصطلح دايريا ديزيز ان بالستاين ككلمة واحدة، وبالتالي هذا المصطلح بالذات هيتم ذكره دايريا ديزيز ان بالستاين في النتائج. فهذا طبعا بيفرق كثير في البحث وفي النتائج اللي حتطلع معك. بقول لي هنا ميك شور يور سبيلينج از كوريكت اف يو جو، طبعا اذا انت بدك تحط الكوتيشن لازم تتأكد انه انت حطيت املائيا صح، ولا انه جوجل حيتعامل مع اللي انت حطيته بالضبط، وبالتالي اي خطأ املائي مش حيصلح لك اياه، حيتعامل مع هذا الخطأ، وبالتالي انت لازم في هذه الحالة تتأكد انه انت يعني كتبت السبيلينج صح، لانه لو انت كتبت من غير كوتيشن وحطيت جوجل لحاله بيصلح، اما في الكوتيشن مش حيصلح لانه بيعتبر ان انت عارف ايش اللي بدك اياه. طيب الان هنا مثال، هنا بقول لي if you put، اذا بدنا نحط blood hemolysis autoimmunity، هذا الثلاث كلمات الجوجل سكولار will deal with this as one word for search، يعني هو حيتعامل معها ككلمه واحده في السيرش. but if you put it as a blood hemolysis and immunity جوجل سكولار will deal with them as two keywords for searching. الآن هذه إذا إحنا حطيناها لو وضعناها هذه بين هلالين اللي هو الجوتس اللي هم الجوتس اللي هنا الأقواس الصغيرة، هو حيتعامل معها إذا حطيناها في حيتعامل معها ككلمة واحدة. لكن إذا كان حطيناها مثلا blood hemolysis and autoimmunity حيتعامل مع blood hemolysis كلمة واحدة و autoimmunity كلمة واحدة. طيب هذا عشان نفهم انه كيف جوجل سكولار بيشتغل في البحث، عمليه البحث والتفريق ما بين انه انت تحط له الجوتس ولا لا. فضروري جدا ان نكون فاهمين انه الجوتس بيتعامل معها ككلمه واحده، مهما كانت الكلمات داخل الجوتس متكرره هو بيتعامل معها كوحده واحده بيبحث عنها.
طيب ناخذ مثال هنا، نرجع على جوجل سكولار ونشوف هنا مثلا، لاحظ معايا هنا مثلا الدايريال ديزيز، انا كتبتها من غير جوتس، وبالتالي هو جاب قديش جاب؟ جاب 166 ألف نتيجة، جاب 166 ألف نتيجة. أي بحث علمي، أي بحث علمي بيتكلم عن الدايرية وبيتكلم عن الديزيز، هو جاب لك إياه بالطريقة اللي أنت شايفها. ولو هنا فتحنا على الصفحة الثانية هنلاقي إنه نفس الشيء، اللي هو عنوان طبعا هو عريض، وبالتالي سهل جدا إنك أنت تلاقي كلمة دايرية ديزيز على لكن أنا بدي أقول هنا مثلا دايرية ديزيز إن بالستاين، فبيطلع معايا هنا دايرية. لاحظوا انه ما فيش كلمة ديزيز، يعني هنا مثلا في الدوكيمنت الاولاني الدايرية ذكرت ان غازا وبالستاين، فهو جاب اي بحث مذكور فيه دايرية او ديزيز او بالستاين او مشتركة معهم او تنتين منهم. المهم هو وين في بلاقي اي دوكيمنت، بلاقي اي ثلاثة مع بعض تنتين مع بعض واحدة منهم، هو بيجيب لك اياه. فقديش طلع لك؟ 999 ألف نتيجة، طبعا رقم كبير. لاحظ انه هنا مثلا العنوان هنا ما فيش مذكور الا في بالستاين. طب وين الدايريال ديزيز؟ مش مذكور، لانه زي ما حكينا انت ما حطيتهاش جوه جوتس، وبالتالي جوجل سكولار صار يتعامل مع كل كلمة بشكل منفصل، لانه الدايريه بشكل منفصل، ديزيز بشكل منفصل، وبالستاين بشكل منفصل، وبالتالي هو جاب لك اي دوكيمنت بذكور البالستاين او ديزيز او دايريه، ومش بالضروره يكون الثلاثه مع بعض. هنا مثلا جاب كلمه بالستاين وفي ديزيز، لكن لاحظ ان في العنوان ما فيش دايريه، وهكذا هنا في دايريه وفي بالستاين، لكن كلمه ديزيز برضه هنا مش مذكوره. طيب هنا نفس الشيء، بس فقط كلمة بالستاين. طب تعال نحط العنوان هذا البحث جوا الجوتس بالشكل هنا، هاي هلالين صغار، هنا هلالين صغار، ونشوف ايش النتيجة بيطلع معايا. هنا طلع معانا بحث واحد بالعربي اللي هو العوامل المساعدة على وفاة الأطفال في سن كذا، احنا بدنا بالإنجليزي، فخلينا نقول diarrheal disease in مثلا هنا. لاحظوا هنا انه الاجباري هنا، اجباري هنا العنوان اللي انت حطيته يا اما بده يكون موجود في العنوان او في التكست، واحنا قلنا او في البادي تكست، واحنا قلنا هذا الكلام انت بتختاره. اذا انت بدك العنوان هذا يكون في الكلمه المفتاحيه هذه، بدك اياه في العنوان ولا في البادي تكست، انت بتحدده. الآن هو إيش جاب لك؟ جاب لك الاثنين مع بعض. لاحظ إنه الحضور للعنوان جوا الأقواس زي ما هو diarrheal disease in Africa. هنا نفس الإشي، لو فتحت أنت الملف هنا هتلاقي نفس المصطلحات اللي هم اللي إحنا حطيناها. لاحظ هنا diarrheal disease in Africa، diarrheal disease in Africa، diarrheal disease in Africa، وبالتالي انت هتلاقي انه الشيء هذا متكرر في diarrheal disease in Africa. اما اذا احنا شلنا الاقواس بالطريقه هذه وقلنا له ابحث من اول وجديد، لاحظوا انه ما بتحددش كلمه diarrheal disease، جاب لك diarrhea وديزيز، بس وين كلمه Africa؟ مش موجوده هنا. diarrheal disease، diarrheal disease، لكن Africa مش موجود، وبالتالي انت هنا صار ليش؟ لانه تعامل مع ديارية لحال وديزيز لحال وافريكا لحال، لكن اذا انت بتحطها جوا الكوتيشنز هتلاقي ان الامر اصبح اسهل لك وافضل في البحث. ولاحظ انه هنا ديارية ديزيز ان افريكا، لاحظ معايا 66500 ريزلتس. طب حطها جوا الكوتيشنز ونشوف قديش النتيجه بتطلع معانا، 29 ريزلتس فقط. تخيل قديش هو وفر عليك جهد، من 66,500 أو 66,500 إلى 29 ريزلت اللي هم محدد فيها diarrheal disease in Africa. طبعا هذا
توفير وقت بشكل كبير جدا، وبيخصص لك بالضبط ايش اللي بدك اياه انت في البحث. فهذا الموضوع يعني ننتبه له كويس. النصيحة الثالثة أو القاعدة الثالثة في البحث على جوجل سكولار، يبقى احنا ما ننساش انه نستخدم الكي ووردز أفضل من الفول سنتنس، هاي نمرة واحد. يوز جودز تو سيرش فور ان اكزاكت ماتش، استخدم الجودز أفضل. يوز ذا سايد بار كنترول تو ادجست يور سيرش ريزلتس. الآن على شمال الصفحة الجوجل سكولار هتلاقي انه في بعض الأيقونات اللي أنت ممكن تستفيد منها بشكل كبير. طيب هنا بقول لي using the options in the left hand panel you can further restrict the search result by limiting years covered by the search, the inclusion or exclude of patents اللي هي ممكن يعني تتضمن النتائج براءة الاختراع او لا تتضمن زي ما بدك. And you can sort the result by relevant or by date. خلينا نرجع على الصفحة تبعتنا ونشوف ايش ممكن احنا نلاقي في هذا الكلام. الان احنا لو بدنا نشيل الدياريال ديزيز ان افريكا، نشيل الجوتس عشان تكتر معانا النتائج، ونشوف ايش اللي موجود على اليسار من هنا زي ما بحكي لي هنا، اللي هو في بيقول لي using the options of in the left hand of panel you can. الان هنا هذا البانيل ان ذا ليفت هاند، طب نشوف ايش الاشياء اللي ممكن تساعدني في هذا الجانب. الان انا في من غير جوتس طلع معايا دايريا ديزيز ان افريكا 66500 ريزلتس. طبعا هذه الريزلتس بالنسبه للوقت وتواريخها مفتوح. الان انت بدك تحدد الوقت، مثلا انت بدك والله الدايريا ديزيز ان افريكا، لكن انت بدكش اياها تكون مفتوحه، يعني هنا 2006، هنا 2016، 2018، 2017، في 91 قبل 29 سنة، 2012 انبعثر القصة 97، وفي حتلاقي ممكن في الخمسينات وفي في الثمانينات وما إلى ذلك. طيب افرض إنه أنا بدي إياها سينس 2020، إيش يعني سينس 2020؟ يعني الأبحاث اللي مكتوب مذكورة باسم دايريال ديزيز إن أفريكا أو مذكور في التكست سينس 2020 يعني بس في العام 2020، في العام 2020. طيب سينس 2019 في منذ عام 2019، يبدأ 2019-2020. طيب سينس 2016 يعني 2016-2017-2018-2020 يعني منذ. طب شوف الآن لو أنا بدي أجيب الموضوع من 2016، الآن صار في عندي 34200، كان 66500 لما قلت له شيل كل القديم وهات لي من 2016 وتعال جاي، صاروا 34200. فانت حتلاقي مش ممكن تلاقي 2015 ولا 2014 ولا 13، حتلاقي كله 16 17 18 19 20، عشان هيك عندي 18 19 18، هاي 17 هاي 18 وما الى ذلك. حتلاقيه اقدم، حتلاقيه 2016. طيب افرض انا بعتبر 2016 قديم، طب انا بدي 2019، بنقول له اكتب، بنحط هنا سينس 2019، قديش نزل؟ 21000. كان قبل قديش؟ كان 35 او 32000، الان 21000. ليش؟ لانك انت ضيقت، فطلع هنا 2019 كله 2019. طب انا بدي اكثر، احفظ معي رقم 21900. طب شوف لما اقول له سينس 2020 قديش بيصير؟ 10600. فال 10600 كلهم حتلاقيهم 2020، كلهم حتلاقيهم عندك 2020. طبعا ما فيش احدث من هيك، لان احنا لازلنا في عام 2020، فطلع عندي 10600 ريزلتس. طيب افرض ان انا بديش اتقيد بال، طبعا هنا اني تايم حيرجعك للباي ديفولت اللي هو الاساسي، اللي هو قديش عندي؟ 66800 66. لاحظ انه احنا قبل ما نغير في التواريخ كان 66500، والآن لما رجعنا تاني 66800. وهذه الميزة في جوجل سكولار إنه هو مش ثابت، النتائج مش ثابتة، يعني اللي بتحصل عليه الآن ممكن ما تحصلش عليك بكرة بالنسبة لحجم النتائج، لأنه هذه داتا وقواعد بيانات بلمها من جامعات ومراكز بحث علمي وما إلى ذلك، وبالتالي هذه عملية مش ثابتة. كانت قبل شوية 66500، الآن 66800. طيب على فرض أن أنا بديش الأمور تكون بالطريقة هذه، أنا بدي إياها من سنة كذا لسنة كذا،
يعني بدل مثلا انا ما يقول لي 2016 19، طبعا انا بدي اياها مثلا من 2013 ل 2014 او من 2013 ل 2015، احددها انا اللي بدي احدد. بقول لك ماشي كاستوم رينج، اللي هو انت بتقول له انا بدي اياها من 2013 الى 2015، وبتقول له سيرش، هاي نزل ل 25700. كل اللي موجود عندك 13 و14 و15، هنا 14 15 14 13، كله خلال الرينج 13 و14 و15 بتحدد. طب لو انا قلت له من 2013 الى 2013، معناته انت حددتها فقط في سنه 2013، فبتقول له سيرش هنزل ل 14200، هتلاقي ال 14200 ريزلتس كلها 2013، كلها 2013، فيش امكانيه هتلاقي انك تلاقي دوكيمنت واحد خرج عن 2013. طب هذا الكلام بيفيدني ايش؟ لما انت بدك تدور على بحث معين انت عارفه والابستراكت موجود لكن انت البحث مش كامل عندك، فبتقوم بتحط العنوان كامل او الكلمات المفتاحيه وبتحدد السنه اللي هي سنه البحث اللي منشور فيه. هذا بيساعدك بدل ما يقعد جوجل سكولار يدور لك في سنين كلها، انت بتقول له لا، هو البحث منشور في 2013، فانا بدي من 2013 ل 2013، ما تدورليش في اي سنه ثانيه، هيدور لك في 2013 ل 2013، هتلاقي انه البحث على طول جاب لك الجوجل سكولار جاب لك البحث زي ما بدك. طيب الان خلصنا من هنا، نرجع لاني تايم بنرجعه اتغير، لاحظوا 66500. طيب الان سورت باي ريليفانس، الان هو بيسالك بيقول لك باي ديفولت هو بيحط لك النتائج ال 66500، حط لك اياها بناء على الريليفانس اللي هي لها قديش له علاقه قويه بالكلمات المفتاحيه اللي انت حطيتها. طيب هنا بيقول لي انكلود باتنس، انكلود باتنس اللي هو يعني ينزل لك الساينتفك ارتكلز بيتضمن اللي هم اصحاب براءات الاختراع اللي لهم علاقه بالكلمات المفتاحيه هذه. وهذا طبعا يعني كويس ولازم يكون موجود. واثنين هنا انكلود سايتيشنز، انكلود سايتيشنز هنا هذه السايتيشنز اللي هو في بعض الاحيان هتلاقي انه الجوجل سكولار جاب لك عنوان دوكيمنت او ارتكل لكن مش مفتوح، مش متوفر. يعني ايش مش متوفر؟ يعني هو علم دري جوجل سكولار وعلم انه البحث هذا موجود على الانترنت، كيف عرف؟ من السيتيشنز. فهو من حسبته للسيتيشن عرف انه في بحث اسمه دايريال ديزيز ان افريكا. طيب ممتاز، لما نعرف الكلام هذا ما وجدش البحث متوفر، مش قادر يحصل عليه، مش ملاقيه، لا ملاقي الابستراكت تبعه ولا ملاقي الفول تكست تبعه، فهو بيجيب لك اياه وبحط لك اياه جنبه كلمه سايتيشن. هذا معناته ايش؟ معناته انه هو دور عرف انه موجود بس مش ملاقي يوفر لك اياه. طيب هنا هاي موجود، هذا هو هنا مثلا هي كتب لك سايتيشن، لاحظوا هنا سايتيشن دايريال ديزيز وسايتد باي 91. طب ايش معناته الكلام هذا؟ معناته الكلام هذا انه جوجل سكولار هذا دايريال ديزيز هذا وهي الاوثرز وهي سنه النشر والبوبيوليشن وهيلث اند نوتريشن، هذا اللي هو الموقع اللي وجد العنوان فيه، لكن هو ما لقاش الدوكيمنت. هو دري انه في دوكيمنت اسمه دايريال ديزيز بالعنوان هذا لكن ما لقاش الدوكيمنت. طب هو حتقول طب ممكن ايش عرف؟ ما دام ما لقاوش ايش عرف انه هو موجود الدوكيمنت؟ عرف بواسطه السايتيشن. هذا الدوكيمنت اللي هو المجهول بالنسبه لجوجل سكولار، هذا الدوكيمنت اصبح مجهول مش ملاقيه، هو دور في قواعد البيانات كلها اللي هو بيتعامل معها ما لقاهوش، لكن عرف انه موجود من خلال انه في 91 ارتكل اخذ سايتيشن منه. طب وين هو؟ هو مش معروف وين، هو مش معروف وين. وبالتالي هنا قال لك انا حاطه سايتيشن، يعني انه هذا تحت بند انه انا بخدمك انه بجيب لك السايتيشن فقط. الان انت اذا بدك الكلام هذا يكون موجود يطلع لك اوكي، بتحط الصح انه انكلود سايتيشنز. انه اذا كان هذا الكلام ما بيعنيكاش وانا بديش اياه الكلام يطلع لي، بتقيم الصح من هنا، وبالتالي بيصير عندك الحالات اللي زي هذه ما بتكونش موجوده عندك. وهذا طبعا يعني مش مشكله، هي مش مزعجه الشغله، لانه مش لا تتكرر كثير، وبالتالي يفضل انك انت تخليها. لو انت بدك تشيلها بالشكل هذا فبيغير، لاحظوا هنا بيغير الجوجل سكولار في البحث، وبالتالي بدك تيجي تبحث عنها
مش هتلاقيها اللي هي الموقع اللي احنا شفناه. فاحنا بنرجعها على اساس انه هي برجع فيها على اساس انه برضه مش مشكله include citations. طيب يبقى عرفنا include patents و include citations. create alert يعني هذا حلوه كثير وكويسه، انه افرض انه انا بدي بشتغل على بحث علمي خاص مثلا في امراض القلب او امراض اي امراض مرض كان، وانا مثلا معني فيه وبدي اشوف كل جديد. طبعا انت مش معقول كل يوم تيجي تفتح النت وتقعد تدور في ملايين الابحاث اللي بتطلع كل سنه وتقعد تدور وين في جديد، مش هتقدر انت تسيطر على الامر هذا. طيب ايش الحل؟ قال لك الحل انه انت بتعمل كرييت اليرت، يعني جرس تنبيه. ايش يعني جرس تنبيه؟ انت هنا بتقول لجوجل اي بحث جديد بيطلع بما يخص الدايريال ديزيز ان افريكا مثلا، ابعت لي اياه ونبهني اليه، نبهني فيه عن طريق الايميل تبعي. فانت بتدي له الايميل وبتدي له ايش الموضوع اللي انت انترستنج فيه، فبيصير اي بحث علمي جديد نزل على النت جوجل سكولار ببعت لك النسخه منه. فهنا بتيجي انت بتعملها، طبعا مفيد جدا للباحثين، فبتطلع انت عندك يعني مكتبه قائمه. هي مثلا هي اليرت كويري، الان انا بدي دايريال ديزيز ان افريكا مثلا بالطريقه هذه. الايميل ايوه عندك، بتحط الايميل تبعك اللي جوجل سكولار بيبعت لك منه. قال لك نمبر اوف ريزلتس شو اب تو 10 ريزلتس، خلينا اشوف اللي عند 10 ريزلتس او 20 او 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 اللي بدك اياه. هنا عندك هينا اب تو 20، عندك اكثر شيء 20 وفي عندك ل 10، فانت بتختار اللي بدك اياه. الان ابديت ريزلت، الان كرييت اليرت. لما بتقول له كرييت اليرت معناته خلاص صار هنا، بتعمل له بتقول له كده خلاص الان اصبح عند الجوجل سكولار في الداتا بيز تبعته انه اي مقال اي بحث علمي عن الدايريال ديزيز ان افريكا جديد حيبعت لك اياه على الايميل مباشره. تمام. الان هنا كرييت اليرت ثاني عن موضوع مثلا اللي هو الشيشة كولاي، انا او موضوع مثلا اللي هو النمونيا او عن الكوفيد 19 او عن الهيباتايتس وما الى ذلك. فانت قد ما بدك بتعمل الكلام هذا، وبتصير انت كباحث كل بحث جديد بينزل في الانترنت بتجي لك نسخه منه، وبالتالي هذا بوفر عليك عناء انك انت تبحث وفي البحر من الابحاث العلميه. طبعا مش هتقدر تحصل على هذا الكلام بسهوله، فالجوجل سكولار بيجيب لك اياه وانت قاعد في بيتك لحدك كل ما هو جديد في المجال اللي انت مهتم فيه. هذا يعني بالنسبة للليفت بانيل اللي موجود هنا في الريزلت. يبقى احنا حكينا عن هذه صفحة الريزلت، هذا الرقم اللي بيطلع عندك اللي هو النتيجة. وطبعا انت اذا كان بتحط كوتيشن، ما حطيتش كوتيشن يعني هذا بيرجع لك. هنا معناته هو فري داونلودبل فروم انترنت. التايم هنا انت بتحدد الوقت، بدكش تحدد الوقت اللي حطت لك اياه جوجل سكولار، انت بتحدد الوقت اللي بدك اياه. بدك الاشي يترتب بناء على علاقة الابحاث بالكلمات المفتاحية بيمشي الحال، بدك بالديت بيمشي الحال برتب لك اياها. اذا بدك انكلود باتنتس اللي هو براءات الاختراع من ضمن الناس اللي هنا، وممكن لانه هنا ما يكونش في ابحاث اصحابه هم اللي اخترعوا الشغل، ممكن يكون مثلا ريفيو ارتكل زي ما شرحنا، ويكون انا بشرح ايش الناس عملوا، مش بضروره ان انا صاحب براءة الاختراع. وانكلود سايتيشنز والكرييت اليرتس، هذا يعني بالنسبه للي موجود امامنا في صفحه الريزلتس اللي بتطلع معنا. طيب الان ايش بقول لي هنا كمان؟ نيجي هنا لذا انتايتل اوبريتور. ايش الانتايتل اوبريتور؟ هذا الانتايتل اوبريتور بتحدد انت الكلمه اللي لازم تكون في العنوان، تحدد الكلمه اللي لازم تكون في العنوان. فهنا مثلا بيجي لك بيقول لك انا بدي احط ان تايتل بعدين بتحط نقطتين فلاورز. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انا بدي اي بحث علمي يتحدث عن الازهار ويكون مذكور في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التايتل، لانه مكتوب هنا ان تايتل، مذكور في التايتل فلاورز. وبالتالي اذا انت بتكتب الكلام هذا
كل نتائج الابحاث اللي هتطلع لك فيها عناوين مختلفه مذكوره فيها الفلاورز. هل جت ايش الابحاث اللي هتطلع لك من هب ودب؟ ممكن علاقه البكتيريا بالفلاورز بيجيب لك اياها، هيجيبه لانه انت مش محدد الا فلاورز. ممكن علاقة الطقس والحرارة بالفلاورز، ممكن علاقة الرطوبة، ممكن علاقة بلوحة الأرض، ممكن 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 علاقة النحل بالفلاورز. وبالتالي هو أي 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 بحث علمي مذكورة فيه كلمة فلاورز في التايتل، في التايتل مش في التكست، مش بالضرورة تكون في التكست، هيجيب لك إياها. الآن ايش بقول لهم؟ Only retain results that include your search in the documents title، في الدوكيومنتس تايتل. طب تعال نجرب هنا ونشوف احنا in title flowers ونقول له بالشكل هذا ابحث لي، طلع لي هنا 81900 نتيجة، 81900 نتيجة كلهم لازم تلاقي كلمة flowers موجودة عندي. لاحظ هنا هاي السيتيشنز اللي احنا حكينا توي اللي هو هذا البحث، هذا البحث موجود، هي طبعا هو كان محطوط على سيتيشن، الان لقوه في الريو دوت اورج، في الريو دوت اورج. فالان يعني هذا المفروض انه ينشال عنه كلمه السيتيشنز. طيب هنا الفلاور طبعا هو ممكن يجيب لك من البوك، ممكن يجيب لك من كونفرنس، ممكن يجيب لك من اي شيء. فبالتالي لاحظ انه هنا هي كمان سيتيشن اور ليدي اوف ذا فلاورز، اور ليدي اوف ذا فلاورز، هنا برضه نفس الشيء، ما لقاش وين مكانه، لكن عارف انه في له سيتيشن صار، وبالتالي حط لك اياه. لاحظ انه هنا كل ال 81000 لو انت بدك هنا الصفحه الثانيه مثلا لازم تلاقي فلاورز، فلاورز لازم. وبالتالي ليش؟ انه انت حددت انه ان تايتل. فانا هنا لما بدي احط الان تايتل دايريال ديزيزز، لاحظ انه هنا كل الـ العناوين اللي طلعت معايا لازم يكون فيها كلمه دايريال ديزيزز، دايريال ديزيزز وهكذا. يبقى هذا طبعا بيسهل عليا كثير في البحث العلمي. وهنا قال لي جيد انك انت تستخدم التايتل اوبريتور على اساس انك انت تحدد المكان اللي انت الكلمه فلاورز اللي وين بدك تكون موجوده. طيب انتر ذا اوثر اوبريتور، يبقى في عندي ان تايتل اوبريتور وفي عندي اوثر اوبريتور. ايش الاوثر اوبريتور؟ قال لك بتحط كلمه اوثر والنقطتين برضو، وبتحط كلمه براون، براون هذا اسم الراديو مثلا يعني. ف using the word author limits the search to authors called brown. اذا انت حطيت author ونقطتين وبراون معناته جوجل سكولار هيجيب لك اي بحث علمي الكاتب فيه اسمه براون. وين في كاتب باحث اسمه براون عمل اي بحث، اي بحث لان انت مش محدد نوعيه البحث، هيجيب لك اياه. وبالتالي هنا انت حددت من خلال اسم الباحث. فتكتب انت الاوبريتور، بتستخدم اوبريتور الاوثر، تحط نقطتين تكتب براون. قال لك using the word author limits يحدد these research the research to author authors called brown and avoid searching from brown subjects. طيب الان كلمه براون هذه، هذا براون اسم باحث، بس في نفس الوقت احنا بنعرف انه كلمه براون معناتها بني. طيب لو انا كتبت براون الكلمة هذه براون على جوجل سكولار حيطلع لي كل الأبحاث اللي لها علاقة باللون البني، وممكن يطلع لي أبحاث لها علاقة بالكاتب اسمه براون. طيب هيك احنا هنعوم وحيطلع عندك كم ضخم جدا من الايه، من الـ 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 النتائج. وبالتالي عشان اقول له لا انا بقصدي، انت بتقول لك لانه جوجل بيستخدم الكلمة هو بفهمش اللي هو بيقراها ككلمة، فانت قول له انه انا بدي كلمة براون انا بقصد فيها اوثر، فاستخدم الاوبريتور اوثر نقطتين براون. هيك حيفهم جوجل سكولار ان انت بتدور على الكاتب اللي اسمه براون. طيب بالنسبه للكتاب قال لك يوز انيشيالز نوت فيرست نيم، دائما الاجانب بيحبوا انك تستخدم الانيشيالز اللي هو جد اتش مثلا براون، هذا لانه احسن من الفول نيم. فليش؟ لانه في لما هو بيبحث عن الكاتب هذا اللي انت حددت اسمه، الجيرنالز بتكتب انيشيالز للنيمز، وبالتالي لما انت تكتب الفول نيم ممكن ما يمر عنه ما يفهمهش وما يجيب لكش اياه. فاحسن كده، احسن شيء انك انت تحط الانيشيالز زي ما هو موجود في قواعد البيانات، خليه هو يفتش من قواعد البيانات على انيشيالز.
طيب الان احنا لو جينا رجعنا للجوجل سكولار تبعنا وقلنا له احنا بدنا كلمه براون وشوف ايش بيطلع معنا. تخيل كلمه براون طلعت لي 5,140,000. ليش؟ لانه كلمه براون جاب لك اي بحث علمي في براون. هذا الابحاث العلميه ممكن تكون عن الحيوانات، عن الطيور، عن اي حاجه، عن الفن، عن اي بحث علمي. عشان هيك الرقم طلع ضخم جدا عندي، الرقم طلع ضخم جدا جدا عندي، 5,140,000. طيب ليش؟ لانه هو ما قراها براون، وممكن يكون انت واحد كاتب اسمه براون. طيب خلينا انا اقول بالشكل هذا، بدي اقول له لا انا بدي، انا بقصد براون هو الاوفر، فبكتب الاوفر نقطتين زي ما هنا احنا شايفين الاوفر براون. طيب الان بقول له لا، تذكروا انه 5,140,000 لما انا حددت انه لا انا بقصد براون الكاتب. شوف هنا 1,070,000 نتيجه. طبعا ليش برضو العدد كبير؟ لانه انت ما حددتش ايش البحث العلمي، هل بدك في الفيزياء، في الهندسه، في الكيمياء، في علم البحار، في البكتيريا، وبالتالي مليانه الدنيا براون، وبالتالي هنا طلع لك ايش. الان لاحظ انه عندنا النتائج هاي براون، هذا الكاتب براون هنا، هاي براون، هاي براون، كل هاي براون هنا، هاي براون هنا، وبالتالي كل النتائج اللي طلعت معك الابحاث لازم تلاقي فيها واحد اسمه براون، لابد انك تلاقي واحد فيها اسمه براون. فهذه طبعا بي 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 يعني بيسهل عليك البحث. طيب الان قال لك استخدم الزائد اوبريتور انشور ذات ذا ريزلتس انكلود كومن ووردز لترز اور نمبر. الان لما انا باجي بقول له انا بدي دايريال ديزيز ان افريكا زائد مثلا مثلا ان ايراق، فالان انا باجي بقول هنا مثلا دايريال ديزيز بديش ان افريكا مثلا هنا، انا نشيل هذه هنا نشيل الجوتس. الان كتبت له دايريال ديزيز ان افريكا زائد في العراق او ايران زي ما بقول. الان ايش اللي سوى لي؟ الان طلع لي اللي هي دايريال ديزيز في افريقيا وبالاضافه الى العراق، فاضاف لي كلمه العراق سواء كان في التكست او في العنوان. يعني هنا مثلا العنوان مش موجود في كلمه العراق لان ما حطيتش جوتس. طيب الان لو انت فتحت هنا هتلاقي كلمه العراق موجوده. طيب ايا كان، وبالتالي هنا هتلاقي انه اضيفت كلمه العراق الى اللي هو الى افريقيا وافريكا. الان هتلاقي كلمه، هتقول طب وين افريكا؟ الافريكا هتلاقيها موجوده في التكست، يعني ممكن تلاقيها في العنوان لان انت ما حددتش. طيب لو انا بدي اقول له انه انا الـ هنا بين جوتس حطها، اقول له انتر، اللي حجد انه لازم الاقي كلمه العراق في التكست بشكل محدد زي ما انت كتبتها، بالضبط زي ما انت كتبتها. هذا يعني طبعا بيحدد وبيسهل عليك الموضوع هذا. هنا كان في عندي 12,200. طيب لاحظ انه هنا لما شلت الجوتس صار عندي قديش؟ 14,200. ليش؟ لانه الجوتس حدد، الجوتس حدد زي ما احنا حكينا. طيب الاوبريتور هنا الناقص، ناقص اوبريتور اللي هو انه انا ما بديش كلمه العراق، يعني انا بدي مثلا دايريال ديزيز في افريقيا لكن ما تذكرليش مثلا مصر على اساس انه مصر من افريقيا. فالناقص هنا يعني انت بتعمل لي اكسكلود اور ريزلت ذات انكلود بارتيكولرز تير. وبالتالي هنا انت مثلا يعني نيجي نقول مثلا دايريال ديزيز دايريال ديزيز مثلا باي او كوزد باي شريشة كولاي.
الآن طلع لي 59,400. الآن أنا ما حطيتش جوتس ولا ما يمزنون، الآن أنا ما هذا دايريال ديزيز، طلع لي إيش علاقته، هو استخدم دايريا وديزيز وإشيشا كولاي وجاب لك إياها هنا. فإشيشا كولاي ممكن تكون في العنوان، ممكن تكون في التكست، مش مشكلة. حتلاقي إنه بعض الأحيان تذكرة في العنوان وبعض الأحيان مش مذكورة في العنوان، مذكورة تحت وهكذا، لأنه 59,000. طب أنا لو إني قلت له بديش تذكر لي، بدي دايريال ديزيز، بديش على بديش مذكوره خالص تكون مذكوره الشيشه كولاي، فبقوم بحط له الناقص، ناقص الشيشه كولاي، يبقى دايريال ديزيز كوست باي او دايريال. لاحظ انه انا عندي 59,400، فبقول له ابحث، صارت 11,200. طيب حذف اي اي بحث يتضمن فيه كلمه الشيشه كولاي، لكن لاحظ انه هنا مثلا هتقول لي طيب الان هو حيها موجود اشيشا كولاي، ماشي، هو ما بيعرفش انه الاي كولاي هي اختصار اشيشا كولاي، وما بيعرفش انه اشيشا كولاي اختصارها الاي كولاي، وبالتالي هو خلى هذه لكن شال كلمه اشيشا كولاي. لو شلت انت الاشيشا كولاي وحطيت اي كولاي، حيشيل اي اسم اشيشا كولاي اي كولاي وحيحط ويبقي على الاشيشا كولاي. بكل الاحوال انت ممكن كمان تعمل لها استثناء، يعني تقول كده اي كولاي، برضو انا ما بديش اي كولاي، وتقول له بحث، هتلاقي هنا برضو شال كلمة شريشة كولاي بالكامل واي كولاي بالكامل، فانت كده بتريح من الجهتين، وبالتالي طلع لك قديش، طلع لك شيء 4300 اللي كانت هو 11000. وبالتالي هنا الموضوع صار انت تتحكم فيه. الان هذا ال 4300 ما فيش اي بحث مذكور فيه شريشة كولاي، لا كومبليت نيم ولا بالمختصر، لا كومبليت نيم ولا بالمختصر، وبالتالي هيك انت بتكون حددت اللي بدك اياه الشيشه كولاي وتحط زائد، يعني لا انا بدي يكون في الشيشه كولاي سواء كان هذه او هذه، بتحط الزائد قبلها وبتكون الامور كده مشت معك بالضبط زي ما انت بدك. هنا كتب حاجه كويسه هنا هو، فبقول لي انه اكزامبل، لو انا بدي ارجع لمثال البراون، فانا بدي الكلمه، لو انا بدي اللون البني، اللون البني، لكن ما بديش الكاتب. لاحظوا هنا اذا بتتذكروا هذه يعني لطيفه كويسه، لو انا كتبت براون زي ما انا فرجيتك طلع معايا هنا 5,140,000. طيب ايش هم هذول 5,140,000؟ عند النتيجه هذول اي كاتب اسمه براون، اي كلمه براون موجوده في اي بحث علمي وجاب لك اياها، عشان هيك اللي عندك الرقم كان عالي جدا وكبير جدا. طيب افرض ان انا بدي ادور على اللون، انا بقصد اللون البراون، انا بديش الاوثر. طب كيف بدي افهم جوجل سكولار انه انا بقصد اللي هو اللون وليس الكاتب؟ فبقوم هنا بقول لي هنا تكتب براون بعدين ناقص الاوثر اللي هو الانيشال الاوبريتور اوثر براون، وبالتالي انا كان بقول له انا بدي البراون اللون البني، وما تجيبليش لانه هي ناقص، ما تجيبليش اي بحث الاوثر اسمه في براون. فبرجع هنا التكات الصغيره اللي احنا يعني نهتم فيها بخصوص انه الزائد والناقص والاوبريتورز زي الاوثر والانتايتل وما الى ذلك. هنا بقول لي لما نحطها ويل سيرش فور بيبر اباوت براون سبجكتس نوت اوثرز كولد براون، معناته هو فهم انه انت لما شلت مش بدك اوثر، بدك اللون البني. نكتفي لعند هنا المحاضره هذه، وان شاء الله نستكمل في المحاضره القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.